مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. إحنا الآن رفقة هذه السيدة مسنة تعرضت لحادث سير، دارت الحديد في رجليها، الحالة ديالها جد حرجة، محتاجة للعلاج، محتاجة للترويض، محتاجة للدواء، محتاجة لكل شيء. دابا رجليها راه كاملين منفوخين، ما كتقدر لا تمشى لا تنوض لا حتى شي حاجة. تخيلوا معايا، هذه السيدة كبيرة في هذا السن وعايشة بوحدها، وعايشة واحد الظروف اللي جد قاسية، وكنتمنى منكم أنكم توقفوا معاها وتكونوا ولادها، تكونوا خوتها. الأهم هو أنكم تعاونوها وترحموا هذه الميمه هذه. السلام عليكم امي. السلام عليكم امي. السلام ورحمة الله بنيتي. ما انت شنو المشكل اللي عندك؟ بنتي انا كنبيع كلينكس في المدينة، كان جاية قاطعة صلي في الجامع وجاية قاطعة، كانت واحد شوية ديال الشتا ما كاين حتى شي واحد، بالخف لاحتني الطوموبيل هاك على اليمن، جيت فوق التطوار وغير سيدي ربي شابية يعني هو رجع هاك، ما كان الله غادي معك. كان غادي يدوز عليا هاك على وجهي وعلى كرسي وعلى كل شيء، وكان غوات حبابي يا ولادي، عاد قولي حتى واحد ما عطوني. عاد بالحين جابوا ديك الطوموبيله، مشيت داوني للسبيطار موريسكو، واحد الدري ولدي 40 عام مشتو، جبات لي اختو قالت لي وليدي، قالت لي خويا راه امك هطرا ليها هطرا ليها هطرا ليها. المهم ما حفانيش، انا كنت عاطيها لشي ناس ما حفانيش، جا وليدي الله يربحو والله يرضي عليه والله يخرج ليه الخير في وليداتو. ويلي ما كملش الوقت فاش احتجتو ما سطوش، قالوا لي تمشي عند بنتك. قلت لي ما ودي 4 دروجات انا ما نقدرش، طلعوني في الطيجان الفوق ما نقدرش، خلوني دوني على بيتي وقابلوني تنصح وكريهوا لي ولا ديروا لي اللي بغيت. قال لي بغيتي بيتك سيري لي، جابتني لابيلانس، انا دابا كديني لابيلانس وكتجيبني لابيلانس، الا ما داتنيش لابيلانس وجابتني لابيلانس ممكن كيهزوني في مانطا كيحطوني في لابيلانس، او تاني يجيبوني في مانطا حطوني في بلاصتي. دابا تقريبا هادي شهرين وانا في هاد البلاصه، ما كنوض ما كان، الا عطوني شدير انا عطوني الماء نشرب، راه كنشرب يومين ما كلتوش 3 ايام ما كلتوش. شنو ولادك يا مامتي اللي واش ما كيجيوش عندك؟ دابا بنتي عاوتاني بقيت كنطلب فيها، داتني خديجه عندها، دوزت عليا ديك 8 ايام ديال العذاب. انت كتعطي لولدك كديري لولدك كتفعلي لولدك كتناش كنعطي، ها كنصور درهم ديال كنين اكس، عندي عام ديال الكره مريطه الله يخلف عليها والله يكثر خيرها، وبنت الناس والله يرحم والدين والديها. قالت لي امي انت عندك خلصي، ما عندكش اخوي لي امي انت ما حالي انا مسامحك اليوم اخيرا. ويني لفت رمضان امي انت كتخلصي. قلت لها بنيتي عا ساعديني، لا جاب الله مني ساعدني حتى انا، راني بنيتي غادي نعطيك رزقك متى بنيتي سمحي لي. قالت لي لا متي المسامحه. دابا داتني حاليا محتاجه انت شنو محتاجه؟ انا محتاجه رجليك منفوخه، انا محتاجه الدواء، هو تقاد عليا كله، ها هو الدواء كله تقاد. يعني الطواليت ما كتقدريش تنوضي لها؟ لا انا حاشا وجه كلشي كنديرو في ليكوش، كنديرو كيحسب كيتلمو لي عجرن كيشرو لي ليكوش، والناس قالوا لي راه نعطوه لك عام من الشهر للشهر، وانا وحده كدير لي يكوش ديك الباكيه كدير لي 6 ايام 4 ايام 5 ايام. دابا ما عنديش شنو النداء ديالك للمحسنين اللي قادرين؟ النداء ديالي والترويض يديوك راه لاحوني ولادي، ما هزونيش ما داوهاش فيا، ما انا الكرشي ما كنبقاش ما ناكل، ما انا الدواء ما عنديش، ما انا كلشي ما جلست بكتا هما وحده وحده. وانت علاش العمليه دابا قالوا لك صافي الحديد خاصو يبقى فيك مدى الحياه؟ ما يبقى فيا الحديد، حيت هادي مهرسه هاك، مهرسه عرض ومهرسه طول، وهادي مهرسه طول ومهرسه ومن هنا من ركابي. وانت على حسب السن عاوتاني؟ وانا السن بنيتي عندي 70 عام 80 عام باش. انا دابا الا كنت الدواء كان هبد من الصداع، والا ما كنتش الدواء ما كان هبدش من الصداع، حالتي بدي العالم من نهار خلقت هذيك 18 عام. واحد قال لي بنتي تا هي الله يسمح ليها دات لي اللي ورايا واللي قدامي، ما رأت وما حشمتش، شافت كل شيء وما قالتش امي طلع ليا ولا تجي لعندي ولا تعتقني ولا ترحمني.
هي الا ما بغات غادي ندفع الكارني ديالها للبوليس وغادي يقاتوني معاه، هذا هو اللي غادي ندير. دابا ما انتش بغيتي تقولي للمحسنين اللي قادرين انهم كنقول للمحسنين وليداتي بنيتي تهلاو في والديهم وردوا البال لوالديهم، راه كل شيء على الوالدين اللي خطاك، الوالدين خطاك اي حاجه، وتنطلب منهم عوينهم دواء وعوينهم ما ناكل وما نشرب. راه الله غالب، انا كنت كنخرج راه كنت كنجيب ما ناكل، انا ركت راه ما عندي والو. نهار جمعوا الجيران هنايا ديال الدار، قال لي ام رقيه اش غادي ديري دابا انت غتبقي هنا في البيت تتخنزي؟ قلت لهم شوفوا الاخر سيهزوني جيراني يدفنوني. قال لك لا غنمشي نجيبوا لك المحسن هذوك الخيريه تديك. قلت لهم انا ديتوني انا مريضه دابا ما قادره ندوي ما قادره نتكلم، ويلا ديتوني راه ما غنبركش في الخيريه، انا راه غادي ندوني للخيريه ونصح شويه ونجي المحال. انا ما ملفاش بالخيريات، انا ملفه بامي حيلي، راني كنخرج نتقلب في الزمان ونجيب ناكل وهذا. انا دابا كنطلب منهم حتى حاجه ما بقيتها، الا السكنه انا ضايعه فيها وما كيشوفوا على عينيهم حتى شي حاجه، ما لا ثلاجه لا يديك لا يخليك. رقم ديال التليفون حافظه؟ لا ما حافظه. انا نقول عطيني الميكرو نقولو باش الناس اللي كيسولوا على الرقم. دابا انا لا هو عندي الرقم اختي، هو عندي خلي انا نقول الرقم ديال هاد السيده هو 06 19 لا 06 91 2 بلاش نشوف لا 06 91 07 37 31. الرقم هو 06 91 07 37 31. هذا هو الرقم ديالها. كنتمنى منكم مشاهدينا انكم تعاونوا هاد السيده وتساعدوها، حيت فعلا محتاجه لكم، ومحتاجه لكم انكم توقفوا معاها، محتاجه للدواء. دابا الدواء كامل سالا عندها، محتاجهكم انكم ديوها دير الترويه، تشوف الطبيب، دير كونترول، حيت رجليها راه تنفخو بزاف وهي دايره الحديد. وكنعرفوا ان الحديد كدوز واحد المده راه تيولي خاص ضروري المراقبه، وخاص بزاف الامور. عاد زايد عليها انها ساكنه بوحدها، ما عندها حتى شي واحد اللي غادي يقابلها ولا اللي غادي يوكلها، يعني غير الجيران مره اللي تيدخلوا عندها. نقول لك على قبل ولدي هو اللي كيجي عندي. هاكا مانتش دابا غير واحد دري ولدي كان تا هو مقاطعني على قبل خوته وتخاصموا معاه وداك الشيء، وجا هو حفاني ملي قلت له وليدي راه غادي دويت لي في التليفون، قلت له وليدي راه غادي يدوني للخيريه. قال لي امي انا واخا ما خدام ما خدام ما والو، انا لاصقين فيا وليداتي، انا امي انت غادي نعود نجي نبدل لك الكوش ونعود نجي، وراني ما عندي ما نجيب لك حتى شي حاجه، راني ما خدامش امي انت، راه جيت على الخدمه تاعي. الحمد لله بعد ما انت كيجي عندك وكيوفي كيجي من سيمانه لسيمانه، بعدا كيحيد لي الكوش وكي يداوي ليا شي بلاصه بيطادين وشي حاجه، راه ما عندي لا بوماد لا يديك لا يخليك باش نداوي. واليوم كنطلب فيكم وكنطلب من وليداتي تحنوا عليا، راه ما كاينش تحنوا عليا، ولادي لاحوني وانتوما هما ولادي، شوفوا فيا وليدي وجه الله، راه ما كنقدرش نوض، راه نتكلف على الدري، وانا عنده التليفون، انا عندي التليفون صغير، هو اللي يجيب لي ديك البركه وليدي ويجيب لي الورقه. الله يرحم لكم والديكم اللي ميت، الله يرحم لي والدي، واللي عايش الله عمر ربي يشوف فيه ويعطيكم الا صحيحتكم، راه كل شيء الا الصحه وليداتي، وهاد الناس هما اللي وقفوا معايا الله يجازيهم. مشاهدينا انكم تبارطاجيو هاد اللايف باش يوصل للمحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن، الله يجازيكم بخير كيف ما قالت لكم هاد المهمه. تهلاو في والديكم، واللي عنده والديه الله يخليهم ليه، واللي توفى والديه الله يرحمكم الله يرحمهم. كنتمنى منكم انكم تعاونوها وتساعدوها، ديروا اجر، الاجر اللي غيعاون هاد السيده يجيب ليها الدواء ولا يجيب ليها ليكوش، كل واحد على قدر المستطاع وكل واحد داكشي اللي قدر عليه. المهم انكم اللي قدر انه يجيب لها شي حاجه يجيبها ليها، راه الرقم ديالها خليناه لكم 06 91 07 37 31. وهنا مشاهدينا كنكونوا وصلنا لنهاية هذا البث، نتلقاو في بث آخر. مرقية الرقم ديالها راه هو هذا، الله يجازيكم بخير، تواصلوا معها وساعدوها وديروها ميمتكم.